ولسه مكملين معاكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، وضيفتنا دلوقتي هي من الكاتبات الحقيقة محققين نجاح كبير جدا في الفترة الأخيرة. عايز أقول لحضراتكم إن هي متخصصة في الأدب النسوي، وكمان الماجستير بتاعها كمان في الأدب النسوي، الكاتبة والأستاذة لمياء الخولي. أهلا بيكي. اهلا وسهلا، وسعداء بلقائك في المعرض. انا اسعد، ودايما بنكون سعداء لما بنقابل الكاتبات الحقيقه، لانه احنا كنا دايما بنقول انه الادب النسوي او الادب النسائي الحقيقه ابتدى يكون ليه مكان كبير جدا في الصناعه نفسها بشكل عام. مظبوط، هو ادب المراه موجود من فتره، بس يمكن احنا في مصر عندنا يعني الكاتبات مقلات شويه، أو مش واخدين مكانتهم اللي المفروض يوصلوا لها إلى جانب الكتاب من الرجال، فعشان كده في ضرورة للاهتمام بأدب المرأة والأدب النسوي اللي بيعبر عن صوت المرأة ومشاكلها. على الأقل في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي. أكيد عندك كتب اترجمت باللغة الإنجليزية، مظبوط؟ أنا عندي رواية رواية واحدة باللغة الإنجليزية، ورواية جديدة موجودة في المعرض السنة دي بعنوان الناشز باللغة العربية. جميل. بتحكي عن ايه الناشز، او بتحكي عن ايه فيما يتعلق بأدب المرأة او بمشاكل المرأة او قضايا المرأة بشكل عام؟ بصي، هو في تحيز بشكل عام للسقف صفة النشوز بالمرأة، على الرغم ان القرآن بيتكلم على النشوز في آية للمرأة وآية للرجل بشكل متساوي، لكن احنا بسبب وجودنا في مجتمع الى حد كبير يعني بيوسم المرأة بالنشوز، الموضوع ده اثار اهتمامي، حبيت ان انا اتكلم على الناشز من منظور جديد، من منظور بيورينا ان النشوز ممكن ايضا يكون من سلوك الرجل، بالذات ان احنا في فترة بنعاني فيها من ان في مسؤوليات كتيرة المفروض الرجل بيتحملها عند الارتباط. كتير من أسباب الطلاق الموجودة حالياً متعلقة بده، بتقصير من الطرفين، يعني النشوز دي صفة توصفي بها التقصير من الطرفين، لكن للأسف إحنا في المجتمع بنلوم المرأة أكتر، فده خلاني أكتب رواية الناشز وأتكلم عنها من الزاوية دي، وهي بتتكلم على رحلة طفلة إلى أن يعني تتزوج وتجرب الحياة العملية وتنجب وتعاني من مشاكل في حياتها وإزاي بتقدر تتغلب عليها. المعايير اللي بتستندي عليها في كتابتك أو في رواياتك اللي بتكتبيها؟ بصي، أنا بحاول أكون واقعية جدا، يعني بحاول إنه الشخصيات اللي برسمها تكون موجودة في كل بيت، والتجارب قريبة أو حقيقية أكتر. بالضبط. ويعني لو قريتها بنت صغيرة هتقدر تتفاعل معاها وتتعلم منها حاجة، لو قريتها سيدة متزوجة هتقدر إنها تقول أنا فعلا بمر بالتجارب دي. بس الأهم عندي مش أني أنا أنقل بس التجربة، لأ، أنقل كمان الحل أو أنقل العلاج، لأن إحنا في معظم الأحيان بنتفرج على المشاكل لكن ما بنوجد لهاش حل حقيقي. زمان كانت الشخصيات النسائية سواء في الروايات أو في الأفلام بتحسيها شخصيات نمطية، يا إما بتكون شخصية ضعيفة ومستكينة زي أمينة مثلا، يا إما بتكون شخصية يعني إكستريم قوي، أو زي ما نقول يعني عنيفة، مش شبهنا أو مش شبه العادي يعني. بالضبط. أو بتحاول إنها تتشبه بالراجل في اصطناع القوة. أيوة. سواء بقى هتلاقيها بتضرب، بتقتل، بتعمل حاجات يعني بتبقى عن المرأة وطبيعتها. أيوه. لكن المرأة بطبيعتها شخصية قوية في نعومتها وفي ذكائها. أيوه. وده اللي أنا بحاول أبينه في الرواية، يعني الشخصية اللي أنا ببنيها للبطلة شخصية بتعتمد على الثقافة والذكاء وفي نفس الوقت النعومة والهدوء. جميل. وبتقدر أنها تحقق اللي هي عايزاه. أستاذة لمياء الخولي، أنا بشكرك على وجودك معانا، بتمنى لك التوفيق وبتمنى لرواية حضرتك التوفيق، وإن شاء الله بإذن الله المرة اللي جاية لقائنا بقى يكون في الاستوديو. أكيد. ومن داخل ده شيء يشرفني ويسعدني يعني. أكيد. نورتينا. شكرا قوي قوي. ميرسي. بنورك. ميرسي.